ده كان محاولة لبيان ان تاريخ مصر ما هوش تاريخ سياسي زي ما درسناه في المدارس، محمد علي، اسماعيل، احمد عرابي، الثورة العربية، مصطفى كامل، لا تاريخ الناس ايه. فكلمنا عن تاريخ السينما وازاي ان كان في صراع على السينما سواء في العصر الملكي او العصر الجمهوري، صراع على السيطرة على السينما وتوظيفها لخدمة القصر قبل 23 يوليو، ثم لخدمة النظام الجديد ثورة يوليو. كان في دراسة عن الأمثال الشعبية ازاي انها تاريخ حي للشعوب. يعني انت كان ممكن تعمل علم اجتماع صافي لانه اهتمامك بهالجوانب هذه ملاحظات علم اجتماعي يعني. فهي كانت بالضبط هو علم التاريخ انفتح وتطور نتيجة انفتاحه اولا على علم الاجتماع ثم الانثروبولوجيا. نعم. ده فتح ميادين جديدة جدا وخلى يعني كان علم التاريخ سيموت بالفعل لولا انفتاحه على فتح هذه الابواب اللي هي التاريخ، تاريخ الحياة يعني. ده الكتاب التاريخ والموسيقى، وده كان نتاج مشروع ثقافي وتاريخي كبير بين ازاي مؤرخ اللي هو يعني هنا انا والدكتورة نهلة مطر استاذة موسيقى، ازاي يعملوا فريق بحثي ويعالجوا مسألة مش تاريخ الموسيقى قد ما ازاي الموسيقى هي تاريخ اجتماعي وثقافي للناس في الوقت ده. نعم اكيد هذا اللي تحدثنا عنه بالضبط، في تاريخ موازي واهم من التاريخ الرسمي اللي المعمم بالمناهج والمدارس اللي هو تاريخ الاجتماعي الثقافي، بالزبط. تاريخ الثقافي المعرفي بالضبط.